إحدى هذه الحفلات أحيتها بالتأكيد الفنانة والمطربة شذا. كملت قناة النادي الأهلي ومن خلال شبكة مراسلين كان ليها لقاء معانا. نخرج في هذا التقرير نشوف الفنانة شذا داخل مقر النادي الأهلي قالت إيه على احتفالات أعياد الربيع، ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، اكيد في البدايه من كل سنه وانتم طيبين لكل النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، الشعب المصري بالكامل، حفلات على اعلى مستوى في كل الفروع. لكن احنا طبعا بنصادف حفله مميزه جدا وهي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، والفنانه الرائعه طبعا الفنانه شذا الاهلاويه اللي بنرحب بيها النهارده. كنت منوره طبعا الحفله كالعاده، لكن حابب اخد منك رساله الاول لكل اعضاء النادي الاهلي على الحضور المميز وعلى الحفله المميزه. طبعا انا اهلاويه معروفه يعني جدا من زمان، وكنت اتشرفت ان احنا عملنا المقاويه للنادي الاهلي. مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده، وانا بحب النادي الاهلي لانه نادي بجد محترم، لعيبه محترمين، الاتيتيود، الاخلاق، الطريقه، هو نادي مبادئ ونادي القرن. انا بالنسبه لي بحب ان انا اهلاويه سواء كسبنا خسرنا، انا بحب الاهلي عامه يعني. كمان نقطه مهمه جدا، الاحتفال داخل النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي على ما اعتقد مختلف بشكل كبير عن كل الانديه، بتشوفي الكلام ده ولا مستيه على ما اعتقد النهارده؟ انا دايما بفرح بجد وانا معاهم، لاني والله العظيم مش كلام مجاملة، بحس ان انا بنت النادي الاهلي. بابا الله يرحمه كان مشجعين المستميتين، جدي، كلنا، فانا بحبه يعني. كمان لو بتكلم بشكل عام بقى النادي الاهلي، انت بتحب حبك للنادي الاهلي وحبك للكوره والرياضه بشكل عام، النادي الاهلي بتشجعيه من امتى؟ يعني امتى فرحتي قوي للنادي الاهلي وامتى بتشجعيه وبتتعصبي في الكوره؟ يعني كلمينا في الكواليس الخاصه بيك. بشجعه من امتى؟ انا طلعت لقيت اهلي بيحبوا النادي الاهلي، فانا بقيت بحبه يعني، انتمائي توريث يعني. دايما بفرح لما بيجيب بطولات كويسه، لما بيلعب حلو حتى لو ما كسبش، انا بحب النادي الاهلي، بحبه جدا طبعا. سنتين مهمين جدا، اولا بمناسبه شهر رمضان بنقول لكم سنه طيبين، لكن اخد منك رساله لكل جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي بمناسبه شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، كل جمهور النادي الاهلي رمضان كريم، ويا رب دايما الايام كلها بخير عليكم يا رب. أخيرة للمنظمين، المجلس الإدارة، على الاختيار المميز، اختيار شذا، واختيار أيضا كمان مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اختيار الحفلة، تحب تقولي على كل الناس اللي نظمت، ورسالة أخيرة لكل أعضاء النادي الأهلي اللي كانوا مستمتعين النهاردة بوجودك معهم. عايزة أشكر كل القائمين طبعا على الحفلة، عايزة طبعا أشكر كل مجلس إدارة النادي الأهلي، عايزة أشكر كابتن بيبو، عايزة أشكر كل الناس. أنا دايما موجودة، أي وقت هتحتاجوني هتلاقوني. عايزة أشكر طبعا أحمد الشافعي التنظيم، عايزة أشكر كل القائمين، حفلة تجنن ويا رب دايما دايما في القمة. ثانك يو. أنت طيب، ميرسي، تسلم. بنشكر اكيد الفنانه الكبيره الفنانه شذا الاهلاويه اللي كانت حفل رائع جدا النهارده واحد الحفل، وكان في سعاده كبيره جدا لاعضاء النادي الاهلي. كالعاده نكون مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، احتفالات خاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره مدينه نصر الشيخ زايد، تابعونا فقط على شاشه قناه النادي الاهلي.